أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطن ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أخبار الجزائر اليوم، وفي حادثة تفاعل معها الجمهور الجزائري عبر جميع الولايات المجاورة، حيث تم إقامة حفل زفاف لأقصر رجل في الجزائر وتهافت عليه جميع الجزائريين وقاموا بجبر خاطره وإقامة عرس كبير، حيث يعد هذا الشاب من أقصر الرجال في الجزائر، مما جعل الناس تتهافت عليه من كل الولايات للفرح معه وإقامة عرس يليق به. فما عسانا إلا أن نقول بارك الله لهما وجمع بينهما في الخير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.